سائل آخر يسأل عن حكم الصلاة على الكرسي، وهل يكون الأجر بمثابة الواقف؟ إن كان نافلة فإنه يكون على النص من أجر القائم، وإن كان فريضة فلا بد من القيام إلا للعاجز، إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم.